على مختلف وسائل النقل الجماعي وخاصة النقل الطرقي. في هذا المجال تتعمل الوزارة في إطار مقاربة استباقية باش توفر وسائل النقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية، وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين تيتم إخضاع الحافلات التي ترخص لها بهدف تقوية العرض إلى مراقبة الحالة الميكانيكية من طرف المصالح المختصة. موازاه مع ذلك تيتم تعزيز وتشديد عمليه المراقبه على حافله النقل العمومي للمسافرين ما بين المدن من طرف جميع الاجهزه المعنيه على طول الشبكه الطرقيه. ومن اجل معالجه طلبات الرحلات الاستثنائيه خلال الاعياد والمواسم وضعت الوزاره مسطره مبسطه باش نمنحوا هذه الرخص. والاشاره فقد بلغ عدد الرخص الاستثنائيه المنوحه خلال عيد الفطر المنصرم حوالي 1400 رحله مقابل 900 تقريبا اللي كانت منوحه بالنسبه للمناسبه في سنه 23، اي بزياده تفوق 50%. ما بخصوص اجراءات المتخذه باش نتفاديوا المشاكل ديال ارتفاع الاسعار، لابد من الاشاره الى ان متوسط الاثمنه المتداوله خلال العيد ما تتعداش الثمن الاقصى المحدد بالقرار الوزاري اللي تيرجع الى سنه 1996. ومن اجل التصدي للتجاوزات الاستثنائيه المتعلقه بعدم احترام الاسعار تيتم تعزيز عمل لجان مراقبه الاسعار تحت اشراف السلطات المحليه. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم الثاقب. سيد النائب شكرا السيد الوزير المحترم، شكرا على المجهودات اللي كتقوم بها وتحت ما قدر انكرها، خصوصا على مستوى المصالح المركزيه والمصالح الخارجيه وكذلك على مستوى الناصه. ولكن السيد الوزير المحترم ما كتشوفوش بانه هذه الحافلات ديال النقل العمومي كتشتغل بشكل ظرفي خلال المناسبات، وانها في الايام العاديه راه كتشتغل بنصف يعني الملء ديالها، مما يكبد خسائر المجموعه ديال النقاله. كذلك انتم كتقوموا فعلا بمجهودات كبيره من خلال توفير الرخص الاستثنائيه واللي هي تعتبر ظرفيه، واللي كيكون العرض يعني ديال العرض قل من يعني الطلب اكثر من العرض اللي هو متوفر، خصوصا في المناطق اللي كتعرف التوافد ديال عدد من المسافرين الاتجاه ديال الجنوب والجنوب الشرقي. السيد الوزير، هذا القطاع لابد من اصلاحات جوهريه خاصها تلمسو، خصوصا وانه لا زال يشتغل بالظاهر ديال 63، وهذا غير معقول، خصوصا واننا مقبلين على تنظيم تظاهرات دوليه من المستوى كبير جدا. السيد الوزير، اليوم بات من 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 من, من الاثر الواقع اننا خصنا نراجعوا هذا القانون ديال النقل الطرقي للمسافرين من اجل من احداث محطات طرقيه من الجيل الجديد، الرقمنه، وكذلك يعني التذاكر عبر يعني الشبكات الالكترونيه. لهذا لا يمكن اليوم الحديث عن تنظيم هذا القطاع دون معالجه برمته، خصوصا وانه من هذه 20 سنه وكنا كنتحدثوا عن تحرير قطاع النقل الطرقي للمسافرين، واليوم هذا القطاع مازال ما شافش. القطاع الوحيد اللي ما كانش فيه شي تغيير هو قطاع النقل العمومي للمسافرين، وكنترجاكم انكم تصحوا هذا الورش المهم جدا. شكرا السيد النائب المحترم. ندوزو للتعقيبات الاضافيه، اذا لم يكن هناك من تعقيب اضافي سنمر الى الوزير، ولما كانش عنده رد نمر الى السؤال الموالي. لكم الكلمه سيد الوزير. النائب، انه بالطبع تنخمو في المستقبل ديال هذا النقل هذا، ولكن اهم حاجه هو الاسطول النقلي اللي عندنا اليوم والفاعلين اللي داخلين اليوم في هذا القطاع هذا، خصنا نقويهم باش يحسنوا من الخدمه على ما يمكن يكون عندنا شي تصور جديد ديال التنظيم ديال هذا القطاع. شكرا. اذا السؤال